هنتقابل كل يوم في رمضان هنتكلم عنك وعني وعن أهلنا الطيبين، عن المصري الذكي والفهلاوي والحويط والمصري الصابر. هنفكر مع بعض البكرة وهنولع على بعض شمعة كل واحد ينور بيها طريق التاني، وهنحاول وإحنا بنغير إننا كمان نتغير. دلوقتي إجاباتكم مع لما نتقابل مع الصحفي والإعلامي عمر الليتي على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. مساء الفل والتغيير والقعدة الحلوة في التحرير. مستمع دمه خفيف من مستمع نجوم اف ام بعت لي ايميل بيقول على فكرة انت دايما بتحيي القعدة الحلوة في التحرير، مع ان طول شهر رمضان في قعدات حلوة كتير في ميادين كتير مش في التحرير بس. ثم ان التحرير دلوقتي مبقاش حد بيقعد فيه زي الالفات اللي كانوا بيقعدوا في بداية الثورة. وختم صديقنا المستمع رسالته بعبارة مساء الفل والتغيير على اللي مش في التحرير، ومساء الانتصار للناس الكتار اللي عايزين استقرار. رسالة رأي، لكن أجمل ما فيها أنها بتعكس أحلى صفة في المصريين، خفة دمهم اللي كانت اختفت وحل محلها العبوس والكآبة 30 سنة قبل 25 يناير. وعلى فكرة أنا لما بحيي القعدة الحلوة في التحرير فدي بتكون مجرد تحية رمزية المقصود بها كل ميادين مصر، وبالذات ميدان التحرير اللي حررنا من حاجات كتير أهمها طبعا حالة الانكسار والحزن والاكتئاب اللي عشنا فيه سنين طويلة. أنا فاكر قبل سنتين تقريبا صدرت في مصر مجموعة دراسات اجتماعية ونفسية بتتكلم كلها عن التغيير السلبي والتشويه اللي حصل للشخصية المصرية، وإزاي الإنسان المصري لأسباب اجتماعية واقتصادية عديدة، وإزاي الإنسان المصري لأسباب اجتماعية واقتصادية عديدة تحول من إنسان مرح ابن نكتة إلى إنسان كئيب وعدواني في بعض الأحيان. وكان من الدراسات دي الكتاب المهم جدا للطبع عشرات المرات للدكتور جلال أمين عن ماذا حدث للمصريين، وكتاب تاني للدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، وكتاب تالت للدكتور خليل فاضل عن العدوانية وموجة الجرائم العائلية اللي انتشرت في السنوات الأخيرة بصورة ما كانش يعرفها المجتمع المصري قبل كده. وبعد كده نشر عالم النفس الكبير الدكتور أحمد عكاشة دراسة مهمة جدا عن اكتئاب المصريين، شرح فيها أسباب اختفاء النكتة والابتسامة الحلوة للإنسان المصري. وأنا فاكر قبل وفاة المؤرخ والعالم الكبير الدكتور عبد الوهاب الحسيني كان حكالنا أنه بيعمل دراسة عن النكتة المصرية، وإزاي كانت النكتة طول الوقت سلاح المصريين مواجهة ظلم واستبداد الحكام. وبالمناسبة دي حكى الدكتور المسيري حكاية حصلت معاه شخصيا. كان راكب عربيته في ميدان السيدة زينب الساعة 2 الظهر في عز الحر والزحمة، العربيات كلها لازقة في بعضها ما بتتحركش، الميدان واقف تماما والمرور في حالة شلل كامل، وكان في تاكسي لازق في عربية الدكتور المسيري والسواق عمال يضرب كلاكس يزمر ويزعق. دكتور المسيري بص للسواق وقال له أروح فين طيب؟ الميدان زي ما أنت شايف. السواق بص للدكتور المسيري من نظرة استعطاف وقال له عجلة واحدة بس لقدام يا بيه، اديني أمل. دكتور المسيري خرج من الحكاية دي بكلمة واحدة، الأمل. المصريين أصابهم الاكتئاب لأن ما كانش في أمل، العربية واقفة ما بتتحركش ولا حتى عجلها بيدور بشكل واحد. أبواب الأمل اتسدت قدام المصريين علشان كده اكتئبوا وبقوا عصبيين وعدوا، واختفت للأبد الابتسامة وحل محلها الحزن والتكشيرة. تبقى مش عارف ليه الناس الصبح مبوزة وهي رايحة شغلها ومبوزة وهي راجعة من شغلها، وليه المصريين بطلوا يقولوا نكت لا على الحاكم الظالم ولا حتى على نفسهم زي ما كانوا بيعملوا دايما لما ما يلاقوش حد ينكتوا عليه. وده انتوا شفتوا ازاي بعد 25 يناير لما الامل رجع، رجعت النكتة الحلوة والضحكة الصافية اللي من القلب، وكان المصريين كلهم بنفس واحد بيقولوا اي دمعة حزن لا، مفيش نكد بعد كده. بالذمة عمركم شفتوا متظاهرين ومعتصمين مضربين ومضروبين بخراطيم المية والقنابل المسيلة والرصاص المطاطي يخرج منهم طوفان النكت اللي انفجر اثناء الثورة وبعدها، من اول الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان للست اللي واقفة ورا القذافي للراجل ابو جلبية في ماتش الزمالك للتريقة على الفلول وموقعة الجمل. النكتة المصرية رجعت تاني
لأن الروح اتردد في البلد كلها، وشفنا مع النكتة رجعت الشهامة والتدعنة والنخوة والخوف على البلد لما الشباب حرسوها وحموها باللجان الشعبية في غياب الأب. وتاني رجعت العبارة الشهيرة على كل لسان، سمعت آخر نكتة؟ أقول لكم أنا بقى أشهر نكتة جات لي على الموبايل أيام التغييرات بتاعة وزارة الداخلية دول. قال لك خبر عاجل، أعلنت وزارة الداخلية عن الحركة العامة لانتقالات قيادات الوزارة. سوبرمان مديرا لأمن القاهرة، وباتمان للجيزة، وسبايدر مان للإسكندرية، والمحقق كوجك للأمن الوطني، وكورومبو مساعد الوزير للمباحث العامة، ومازينجر لقطاع الحراسات، وجرين دايزر لمكافحة الإرهاب، وسلاحف النينجا للأمن المركزي، وكابتن ماجد لاتحاد الشرطة. ونرجو في النهاية أن تلبي هذه التغييرات مطالب الصلاة. واختم كلامنا ونقول مع عمنا الكبير صلاح جاهين: حاسب من الأحزان وحاسب لها، حاسب على رقابيك من حبلها، راح تنتهي ولابد راح تنتهي، مش انتهت أحزان كتير قبلها وعجب، وأكيد بكرة أحلى من الفات. ونكمل كلام بكرة لما نتقابل.